Okay, dear students, today we are going to do a homework about a text called the sport animal racing or racing in general. Okay, اليوم طلابي راح حل وظيفة حول الدرس الماضي درس الرياضة السباق. موجود طبعا الوظيفة بالactivity book كتاب النشاط page 27 and 28. إذا كتاب النشاط لصف العاشر بيج 27 صفحة 27 and 28 صفحة 28. في عنا اليوم ثلاث تمارين راح نقوم بحلهم إن شاء الله تعالى. Okay, let's start. دعونا نبدأ. طبعاً what I'm going to learn today, ماذا سأتعلم اليوم هو how to do exercises related to the text. كيف سأحل التمارين المتعلقة بالنص. Keywords, الكلمات المفتاحية هي racing, camel, horse, track, breed, and greyhound. Okay, what's meaning of breed? ما معنى breed؟ من يذكر كلمة breed؟ ما معنى كلمة breed؟ نعم، كلمة breed تعني سلالة، ما هيك؟ سلالة أو نسل. Okay, وتراك هو المضمار أو طريق السباق يعني. Yes. الهدف هو how to do exercises related to the text correctly. إذن هو الهدف من هذا الدرس هو كيف سأحل التمارين أيضاً متعلقة بالنص بشكل صحيح. طبعاً هاي هي النصوص اللي أخذناها الدرس الماضي. Camel racing كان سباق الجمال. Then we moved to horse racing. انتقلنا إلى سباق الأحصنة. And after that we talked about greyhound racing. كان عن سباق الكلاب.